السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو درس استثنائي لكيفية عمل رينج للأعين أو رينج 4i إن بلندر 2.8. هنشوف النتيجة النهائية في هذا المثال. دي كده عبارة عن بون ماستر بون، بحيث إنها يتم تحريك العين اليسرى والعين اليمنى بهذا الشكل. دي كده بون في الليفت بون، دي كده عبارة عن الرايت بون، بالإضافة إلى في فانكشن زيادة اللي لو عملنا سكيل بهذا الشكل بيصبح في هذا التأثير. فخلينا نبدأ درس أو فايل جديد. فهذا الفايل سيتم إنشاء مش، وهي عبارة عن المنك كنترول 2 وأبلاي للموديفاير. بعد ذلك هنختار الليفت اي والرايت اي، ولأنهم منفصلين فكنترول ال وسيبرت، فيصبح عندنا بهذا الشكل. ممكن نستخدمهم أو ممكن نحذفهم، ويتم إضافة، خلينا نقول إن فيه وليكن سفير. هذه السفير عبارة عن 16 و16، وممكن روتيت حول الإكس أكسس and. بعد ذلك ممكن نختار هذه الفيرتكس وسكيل في الواي 0 واكسترود في الواي بهذا الشكل. كلام سليم. بعد ذلك سكيل في الاكس ويسكيل في زي بهذا الشكل. سكيل في الاكس و ار حول الزي اكسس بهذا الشكل. كلام سليم. ممكن نضيف تطبيق سيرفيس ونقول ان في ماتيريالز مبدئية ده عبارة عن وليكن بودي، بحيث ان يتم في الفيورد يكون افضل ان نشوف ماتيريال الاي. فده عبارة عن اي وليكن هيكون وايت كولر والانر اي هتكون وليكن بلاك. كلام سليم. بعد ذلك ممكن يكون في ميرور موديفاير، نختار البودي وابلاي. بعد ذلك يجب ان يكون كل اي منفصله عن الاخرى فسيبرت. لو في وقت ممكن نسمي بدل السفير نقول ان ديت عباره عن ليفت اي، ودي عباره عن الرايت اي بدل من سفير بوينت اون، يبقى دي عبارة عن رايت اي. كلام سليم. هنضيف الارمتشر. ملحوظة ان يجب ان يكون الارمتشر يبدأ من منتصف، بمعنى يعني هنختار السفير وشيفت اس كورسر سيلكتد، وهنضيف الارمتشر بهذا الشكل سنجل بون. بعد ذلك هيكون البيفت بوينت تو بي تو بي كرسر وسيلكت اول وار حول الاكس اكسس 90 درجه بهذا الشكل. ممكن نقول شيفت دي في الواي وسكيل بوينت 4
بعد ذلك هيتم تسمية كل أرمة شر بهذا الشكل. دي عبارة عن بدلا من بون هنقول A دوت L. A دوت L دي عبارة عن A دوت A كنترول دوت L. ايه الفرق بين ال A وال A كنترول؟ ال A هذه البون هيتم بتعبر ان فيه ان هذه العين اليسرى سوف تتحرك، لكن الكنترول هي اللي تتحكم في حركة هذا البون. يعني بمعنى ان هذه البون عبارة عن بيرنت للآي، لكن ده هذه البون كنترول هي اللي بتحرك الآي. بعد ذلك يجب ان يكون الكرسر في السنتر وكنترول شيفت سي ات ذا 3 دي كرسر عشان يختار الارمتشر وسيلكت اول ونقول سيرت رايز، بحيث اصبح عندنا ار وليفت، لكن يجب ان يكون الاوريجن في السنتر. بعد ذلك ممكن نختار شيفت اي وجي في الواي بهذا الشكل و R و R X 90. بعد ذلك هنختار هذا الاثنين و Ctrl B و Keep Offset بهذا الشكل، لأن ده عبارة عن الماستر، هنسميها ماستر بون. بعد ذلك أول خطوة في الريجن ده كله عبارة عن كلام مبدئي، بنحاول بس يجب أن يكون في نفس المستوى بهذا الشكل. بنحاول نوصف الأرمتشر الحالي. بعد ذلك خلينا نختار أول بون. أعتقد أن يتم التسجيل ب تمام كده، أعتقد أن الصوت هيبقى أوضح لأن التسجيل قبل ذلك كان فيه ريفيرب. تمام. بعد ذلك نختار هذه البون ونذهب إلى البوز مود، وفي البون سترين دمب تراك تو أرمتشر تو أي كنترول ليفت، بحيث لو حركنا هذه البون فتتحرك مع البون الأخرى. نفس اللي عملناه في الليفت هنعمله في الرايت، نختار أرمتشر ونقول أي كنترول أر، بحيث اللي عملناها هنا يتم كذلك، بحيث لو حركنا برضو يبقى كده فعليا البونز شغاله اوتوماتيك، شغاله بيرفكت. لكن ازاي نوصف الاي انها تتفاعل مع الارمتشر؟ هنختار الاي ونذهب الى الاوبجكت مود. في الاوبجكت مود هنذهب الى تمام. يبقى اصبح عندنا اولا هنفعل اثنين فيرتكس جروب. لازم الفيرتكس جروب يكون ليها نفس الاسم a دوت l و a دوت r. هذه الفيرتكس جروب لازم تكون في كل a نفس الفيرتكس جروب ونفس الاسماء، بحيث نختار all ونيجي عند ال A.Lift Assign Select Deselect، لكن ال A.Right ملهاش أي وجود أو ملهاش أي تفاعل في ال A.Lift، لكن نفس اللي عملناه في ال A.Lift هنعمله في ال A.Right. هنا نفس الاسم A.L و A.R. نختار All Assign و Select Deselect، ملهوش اي وجود. ده كده كانت تاني خطوة. اول خطوة انشأنا الارمتشر، انشأنا فيرتكس جروب، الفيرتكس جروب شغالة زي الفل. الخطوة التالتة هنضيف ارمتشر، ممكن نفعل السب سيرف. في كل من الحالتين هنفعل السب سيرف، هنضيف ارمتشر
هنختار ارمتشر، هنضيف ارمتشر، هنختار الارمتشر. كلام سليم. طب ممكن نشوف في الارمتشر هل شغال. بنختار هذه الكنترول وجي، اذا المشكله ان كان ما كانش البوزنج مود شغال بسبب ان كان لازم نسمي الفيرتكس جروب. خلينا نختار هذا الشكل، لازم نسمي الفيرتكس جروب a.l a.r بنفس نيم نفس الاسم لهذه البون. هذه البون a.l، يبقى لازم الفيرتكس جروب تكون a.l و a.r، بحيث اوتوماتيك لما نضيف الارمتشر يبقى يكون فيرتكس جروب بنفس الاسم. طيب خلينا نعمل تيست. جي بهذا الشكل، جي في الزي بهذا الشكل، وجي in all directions هكذا. تمام. بعد ذلك ممكن في اضافة بسيطة، بحيث كده انتهينا من الريجنج، لكن في اضافة بسيطة. هذه الاضافة خلينا في بعض الانيميشنز بيكون فيه بعض الانيميشنز بيكون في اسك العين، يعني الاعين بيتم عمل لها سكيل. خلينا نوضح سكيل وفي سكيل في الواي، فبيظهر بعض الافكتات بهذا الشكل. فازاي نضيف هذا التأثير؟ هنذهب الى الشيب كيز، هيتم اضافة بيز وكي ون. هنختار وليكن هذه الفيرتكس، و ونفعل البروبورشن ايتنج وسكيل شيفت واي، او سكيل شيفت واي 1.3، سيلكت اول وجي في الواي بهذا الشكل. تمام. هنضيف درايفر، بعد ذلك هنذهب الى الجراف اديتور، نختار درايفر، هنختار ال كي، هنذهب الى التاب للدرايفر ماكسيمم فاليو، هنختار ارمتشر، وهنختار اي دوت ال كنترول، نختار الاس او الواي سكيل في اللوكال سبيس. خلينا نشوف الواي سبيس ده كده الارمتشر. الواي عبارة عن هذا الاتجاه، ده كده اتجاه الواي، بحيث لما نعمل سكيل فيتم تطبيق الشيب كي اللي احنا اضفناه. طيب نرجع مرة اخرى ل شيب كيز. يتم فقط تحريك في اتجاه الواي ماينس واحد. ده كان انتهينا من هذا من هذا من الـ A دوت ليفت. فأنا ممكن اختار البوز مود وسكيل في الواي، زي ما احنا شايفين يتم عمل سكيل بهذا الشكل. ممكن يتم إضافة في البوم كونسترين ليميت سكيل، إن يكون أقصى ليميت هو احنا حاليا واحد تقريبا، احنا دلوقتي واحد، فالمينيموم في واي واحد، والماكسيمم وليكن 3، فسكيل في الواي. كلام سليم. هنذهب في هذا الدرايفر، يتم كوبي درايفر، ونختار ال
أعتقد إن ما ضفناش shape k في ال a dot right. ممكن نختار و scale shift y scale shift z كلام سريع. ويتم ليست نلصق الدرايفر هنا. بعد ذلك هنذهب الى درايفر ونختار a control dot r. كانت هنا من ريجنج الاي وده يعتبر ادفانسد ريجنج في نتحكم في الموفمنت بهذا الشكل او في الاول بهذا الشكل او يتم عمل افكت اعتقد ان هذه النقطه اللي كنت هنا من هذا الدرس ونستكمل عده دروس في فيديوهات قادمه ان شاء الله.